ده كان آخر كلامنا النهاردة مع قصص الكفاح والنجاح والعرق اللي كانت تستحق الظهور في هذا البرنامج، برنامج الجدعان. ولكن خليني قبل ما انهي الحلقة أدعوكم يا أهل صناعة الدواجن، وخصوصا صغار المزارعين اللي بيشكلوا 80% من كيان هذه الصناعة، يعني بتنتجوا أكتر من 900 مليون فرخة سنويا لهذا الوطن، لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير البروتين الحيواني الرخيص لكل مواطن في مصر. أرجوكم وأدعوكم أن تتجمعوا في كيانات موحدة خلال فترة بسيطة جدا، يمكن أسبوع أو اتنين. هوريكم نموذج لشاب اسمه ياسر العزيز. هذا الشاب نجح في أنه يجمع كل المربين في محافظة إنا وأنه يعمل بيهم كيان كبير جدا، هو إنا للدواجن. هذا الشاب حصل على مساحة 2500 فدان وطوال سنتين كاملين وهو بيحارب عشان ياخد التصريح، لم ييأس وبالفعل نجح في الحصول عليها، وبدأ بالفعل عمليات الإنشاء لواحد من أهم مشروعات الصعيد للثروة الداجنة. إذن تجميع صغار المربين ليس بالأمر المستحيل، الصعايدة عملوها اللي هم أفضل ناس، عممنا، أنا من الصعيد، عممنا عملوها. أنا أدعو كل مزارعي الثروة الداجنة، ما بتتزرع برضو، أدعوكم أن تتجمعوا في كيانات كبرى. هتقدر تجيب علف بسعر أرخص، دواء بسعر أرخص، كتكوت بسعر أرخص. كلما تجمعتم كلما زاد ربحكم، كلما نجحنا في توفير المنتج الداجيني بسعر قليل، لن يستطيع أحد أن يتحدث في استيراد الدواجن من الخارج، ولن نحتاج لجان لحمايتنا. سنكون قادرين إذا نجحنا في خفض التكلفة أن نحمي أنفسنا، ولن يستطيع أحد أن يستورد دجاجة واحدة من أي دولة في العالم. احنا عندنا اكتفاء ذاتي، وبأقل سعر اللي هيجيب من بره هيقعد يشويها في المطار. ده الكلام اللي لازم نأكد عليه النهاردة ببرنامج الجدعان. أدعوكم أن تتجمعوا يا أهل صناعة الدواجن. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. ده كان آخر كلامنا النهاردة في برنامج الجدعان. انتظرونا كل يوم خميس وجمعة وسبت زي ما اتفقنا على قناة القاهرة والناس 2 الساعة 7 مساء، وبرنامجكم الجدعان.